لا تبدو العاصمة انجمينا مهيئة على مستوى بنيتها التحتية ومجاريها المائية وأحواضها لاستيعاب مزيد من مياه الأمطار. فالأمطار الغزيرة التي هطلت على مدار الأسبوعين الماضيين حولت كثيرا من أحياء العاصمة إلى بحيرات اضطر سكانها إلى التجوال وقضاء حاجياتهم اليومية في السوق والعمل عبر هذه الزوارق الخشبية. جولة بعد جولة يقوم بها النائب الأول لعمدة مدينة جمينة إبراهيم فولا ليطلع على حجم الأضرار وما خلفته الأمطار من خسائر جراء غزارتها التي طالت المؤسسات التعليمية والصحية وأجبرت كثيرين إلى النزوح عن منازلهم بعد أن غمرتها المياه، كحال مستشفى جوز التور الذي غمرته المياه فوجه العاملون فيه نداء استغاثة. الخريف ده سالينا جاب يزيد، لازم نشوف لنا هل بأسرع وقت والمشكله تنحل. اليوم ده فيش عندنا مال، انا سمعت ماترنيتي ابين خلبانين مقصرين مره واي مدايخين، مال واد ده ويد التل فيه في الالمي ما ممكن. ما لم تتخذ السلطات المختصة تدابير عاجلة تفضي إلى إيجاد حلول لتصريف المياه الغامرة لما حولها من مؤسسات وسكنات شعبية فإن الوضع ينذر بالتفاقم. جينا في استاسيون دو بومباج مع ديبيتي فاكينا مع مير انا ديزيام، كل روحنا وتر كل شفنا دابريس انفورماسيون سي لقينا نون راندر كون لمير وكذا نفتشو ميزير نشولو كدر ده ندبر بهنانا الواي ولا تنين ده عمر كدر الله اليوم من باكر كان قدر فكر يساعد الشعب ده المريم عشان لي بوبيلاسيون الشيء كي ينفس. أنفقت الدولة أموالا طائلة بناء على خطة أن تكون العاصمة جمينة مرآة لإفريقيا، لكن هشاشة بنيتها التحتية التي بدت عليها قد تحول دون تحقيق المنشود ما لم تراجع البلدية خططها بهذا الشأن.